السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنتطرق إلى موضوع الضغط، ضغط الماع الساكن. مثل ما تعرفون المواع بشكل عام أثناء سكونها وأثناء حركتها راح الضغط يكون جزء من عدها، يعني تكون صف يعني صفة من صفاته في أثناء الحركة وفي أثناء السكون. في أثناء الحركة راح نتطرق لها إن شاء الله بالمحاضرات اللاحقة، من عندما نأخذ معادلة برنولي واللي خاصة بجريان المواع. أما بالنسبة للضغط الماع الساكن فهو موضوع محاضرتنا اليوم اللي راح نحاول نركز عليه ونشوف المصطلحات ذات العلاقة لها علاقة بالضغط بشكل عام. بشكل عام إذا تعرفون الضغط هو بشكل عام بغض النظر عن كون المادة مائع صلب غاز، يعني سائل أو صلب أو غاز، هو القوة المسلطة على وحدة المساحة. قوة مسلطة على وحدة المساحة، يعني أنا هسه هنا لنفترض عندي أرضية عليها جسم، جسم أي جسم كان، هذا الجسم أكيد بيه وزن، والوزن هو مثل ما تعرفون قوة، وزن للأسفل. زين، هذا الوزن مسلط على شنو؟ على هذه المساحة. هاي إذا تشوفوها هذه المساحة، نفس الوزن لو فرضنا اكو جسم اخر بهالشكل، هذا صاير بهالشكل، نفس الوزن مال الجسم الاول، هذا خلينا نسميه جسم رقم واحد وهذا جسم رقم اثنين، نفس الوزن، الوزن هذا الوزن واحد وهذا الوزن اثنين، بحيث عندنا الوزن واحد يساوي الوزن اثنين، يعني القوة الاولى نفس القوة الثانية. هناش تتصورون الضغط راح يكون نفسه لو يختلف؟ منو يجاوبني؟ يعني هنا الضغط على هاي الأرضية مساوي لهاي الضغط على هاي الأرضية، مع العلم انه الوزن نفسه، مساوي الضغط يعني البي. زين، البي 1 هنا الحكي قبل ما نشوف، انه قبل ما نجاوب هذا السؤال لازم نقول هل الضغط يعتمد فقط على الوزن ام يعتمد على شيء اخر؟ يعني قانون ما الضغط شنو تتذكروه؟ شلون احسب الضغط؟ الضغط عبارة عن شنو؟ ممتاز، الضغط يساوي القوة على المساحة، القوة هنا هي الدبليو اللي هي الوزن على المساحة، مو صحيح؟ زين، إذا أنا ما محكوم فقط بالقوة، محكوم بعامل آخر هو عامل المساحة، صحيح لو غلط؟ ها، فإذا هنا شنو؟ ما يكفي أنه القوة مساوية معناتها الضغط مساوي، لازم أجي أشوف المساحات مساوية ولا ما مساوية. هنا في الحالة المساحات ما متساوية، يعني هاي المساحة نفترضها الـ A1 وهاي الـ A2، طبعا أنا راسمها يعني تقريبا هي متساوية، بس احنا نفرضها انها ما متساويات، يعني الرسم شوي بيه غلط. ممتاز ممتاز، يعني إجابته الصحيحة إن شاء الله. زين، هنا لنفترض الـ A1 أكبر من الـ A2. زين، يعني هنا إذا أريد هذا نعيد رسمه بشكل آخر، مثلا نسوي في هالشكل هذا، ولو مو يعني مضبوط، هاي المساحة الموجودة، هاي المساحة مالتي، فالأيوان أصغر لكن الوزن نفسه، ايش تتصورون الضغط وين راح يكون أعلى؟ على أي تو أعلى، ليش على أي تو؟ لأنه عندي الضغط يتناسب شنو عكسي ويا من؟ ويا المساحة، المساحة قلت، أها ممتاز، المساحة من تقل الضغط يزداد. إذا شنو نعرف من هذه المقدمة؟ أنه الضغط معتمد على عاملين، عامل القوة المسلطة. ها هسه واحد يقول لي أي قوة؟ يعني مثلا أنا عندي جسم، هذا جسم سلطت عليه قوة بهالشكل هذا، هاي القوة تسبب ضغط لو ما تسبب ضغط؟ هاي شي يسموها القوة الموازية للمساحة، شي يسموها تذكرون؟ بالضبط، ممتاز ممتاز، قوة القص. قوة القص قلنا القوة الموازية للمساحة على المساحة. قوة الضغط هي القوة العمودية على المساحة، صار واضح؟ القوة العمودية على المساحة. زين، القوة المائلة شو اسوي لها؟ قوة مائلة عندي، هاي شو اسوي لها؟ جدا ممتاز جدا ممتاز، إذا هاي حصير مركبتين، مركبة راح تسوي لي قوة قص، ومركبة أخرى ايش راح تسوي لي؟ سلط لي ضغط. طبعا هنا يعني من أرسم هنا، يعني هنا حللتها هنا أقدر منها أحللها، هاي راح تصير مركبتين، مركبة أفقية مركبة شنو؟ عمودية. جدا ممتاز، الأفقية قوة قص والعمودية
العفو الأفقية إجهاد قص، والعمودية تسبب لي إجهاد ضغط يسموه، أو ضغط احنا نسميه بالمتعارف. فإذا نرجع لموضوعنا، يقول يمكن تعريف الضغط على أنه القوة المسلطة من الماء على وحدة المساحة من السطح الداخلي للوعاء. هسه شنو هسه هذا الضغط بشكل عام؟ احنا حكينا هسه خلينا نجي نشوف فيما يخص المواقع. المواقع بشكل عام وين موضوعها؟ موضوعها في إناء، يعني المائع ما ممكن أنه يتصور أنه بدون وعاء يحويه، صحيح؟ لازم أكو فد وعاء يحويه، فد أنبوب، فد شيء من هالقبيل. فهذا الماء من تخلي في وعاء راح يسلط ضغط على جدران الوعاء أو على أرضية شنو الوعاء أو قعر الوعاء. فطبعا الماء هنا راح يكون في حالة توازن. يعني شنو حالة التوازن؟ يعني محصلة القوة عليه صفر، لأنه هو من يسلط الضغط على جدران الإناء، الإناء راح ترد عليه برد فعل مساوي بالمقدار ومعاكس بالاتجاه، فالمحصلة تصير صفر. إذا فرضنا أنه قوة الضغط زادت، إيش راح يصير عندنا؟ راح الإناء إذا ما يتحمل رد الفعل، يعني يصل إلى حد بعد ما يقدر يرد فعل، فشو يسوي؟ يتهشم الإناء. زين، فهنا شو يقول؟ يقول ان اختلاف الضغط في اجزاء الماء يسبب جريانه. اذا هنا شوف الضغط ايش راح يسوي لي. اي ماء هسه، اي مائع، يعني اي، خلينا ناخذ الماء بشكل عام، الماء كلنا احنا نعرفه. الماء اذا ماكو فرق بالضغط يجري ما يجري، يعني هسه ابسط شيء الماء موضوع في الخزانات هاي اللي في اعلى بيوتنا، ماكو خزان تانكي مال مي. هذا الماء اذا انت غالق الحنفيه، يعني شو مسوي؟ يعني اكو ضغط عمود من الاعلى، ضغط المائع، بس انت شو مسوي؟ ما مخلي فرق ضغط، يعني غالق الحنفيه فما عندك فرق بالضغط. من تفتح الحنفيه اللي تسوي شنو؟ انه تخلي الضغط مساوي للضغط الجوي، بينما الضغط النازل من الخزان هو اعلى من الضغط الجوي، فراح يجري الماء من الاعلى الى الاسفل. فدائما خلي في بالك المائع ما يجري الا بوجود شنو؟ فرق بالضغط. اذا هاي معلومه سجلوها يمكم. زين، يقول ان تكون فقاعات غازيه، يعني شنو؟ هوائيه، فقاعات هوائيه، يؤدي الى انخفاض الضغط. ليش؟ يعني هسه احنا مثلا اذا جبنا بالمنظومات الهيدروليكيه، تاخذوها ان شاء الله بصف رابع، المنظومات الهيدروليكية تعتمد على ضخ الزيت والاستفادة من الشغل اللي راح ممكن أن ينجز الزيت بضغط معين. إذا أكو فقاعات هوائية إيش راح تسبب لي بالضغط؟ الفقاعات الهوائية شنو تفرق عن يعني السائل؟ السائل شنو يفرق عن الغاز من ناحية الضغط؟ منو يقول لي؟ ما أخذناها طبعًا. أحسنت. الغاز قابل للانضغاط، أما السوائل غير قابل للانضغاط. فهنا الغاز بالضبط راح يصير كأنما شلون السبرينج من تضغطه راح يمتص الصدمة، يعني ينكمش للداخل، يصير به فطاقة كامنة. زين، من يزيد الضغط عليه شنو؟ راح يرجع إلى وضعه الطبيعي. فالغاز أيضا مثل النابض يصير يمتص الضغط، يعني بينما السائل لا، من يسلط عليه الضغط راح ينقله رأسا، لأنه غير قابل للانضغاط أو قابل للانضغاط بنسبة قليلة جدا، فرح ينقل لك الضغط. وهذا الشيء طبعا احنا نستفاد من عنده في رفع الآلات وخفضها مثل جهاز رفع الهيدروليكي. ليش نستخدم سائل ما نستخدم غاز؟ لأنه الغاز ما يعني يمتص الصدمة، يمتص الضغط، ما راح ينقل لي. فهنا هو هذا المقصود، يقول أن تكون فقاعات غازية هوائية يؤدي إلى انخفاض الضغط. هسه خلينا نشوف هنا، هذا معطيك مثال، هذا رجل نحيف وزنه 150 باوند، وهنا عندنا رجل بدين وزنه 300 باوند، يعني الوزن ضعف. طبعا هاي باوند فورس، يعني باوند قوه، مو يعني كيلوغرام قوه يقصد بها الباوند. ف 150 باوند و 300 باوند، العفو هو باوند اسف انا اشتبهت، هنا 150 ب 300. زين، الوزن ضعف، من نجع المساحة هنا، المساحة اللي واقف عليها كلا الرجلين هي 50 إنج مربع، المساحة نفسها 50 إنج. فشو شو مسوي لك مقارنة؟ كاتب لك البي، الضغط هنا يساوي 150 على 50، يطلع اشقد؟ 30 PSI. PSI شنو مقصود بي؟ البي مختصر مال باوند، بي
الاس هي سكوير يعني تربيع، والاي يعني انج يعني باوند سكوير انج، باوند على الانج المربع. فهنا 150 على 50 ايش قد صارت؟ 30 باوند سكوير انج يعني على سكوير انج. هنا 300 نفس المساحة على 50 ايش قد صارت؟ 6 بي اس اي. فلتلاحظ شنو اللي حكمني؟ الوزن. لنفترض نفس الشخص مرة وقف مساحة 50 ومرة المساحة صارت 100، ايضا الضغط راح يختلف. زين، هنا شي يقول؟ يقول هسه هذا خلصنا من عنده. نجي على السائل، نرجع مرة اخرى على السائل. اكو السائل بيفد ميزة، يقول يتساوى ضغط السائل في جميع النقاط الواقعة في المستوى الافقي. يعني شنو؟ هسه نشوف هذا الرسم ونشرح لكم اياه. بينما يزداد بزيادة العمق، وذلك لأن وزن السائل يزداد بزيادة العمق. لماذا؟ هسه راح نجي نشوف المعادلة مال الضغط وشلون صار هذا الكلام، بس خلي قبل المعادلة نشوف هذا الرسم. لاحظوا هسه هنا عندي هذا الشكل أمامكم، هذا شكل ألف. الشكل ألف لو تلاحظوه هنا الضغط ايش راح يصير؟ النقطة الواقعة بهالمستوى ضغط مالتها أقل ما يمكن، هاي النقطة ضغطها أعلى، ويستمر إلى أن يصل هاي النقطة ضغطها أعلى ما يمكن. ليش؟ لأنه وزن السائل هنا تقريبا هذا وزن السائل. من تجي على النقطة هاي الأسفل من عندها وزن السائل راح يكون أكثر، من تجي هنا وزن السائل أكثر، وهكذا. كل ما يزيد العمق وزن السائل شي يصير به؟ يزداد. وهذا نشوفه وين؟ بشكل جلي واضح. أنت هسه إذا تصعد طيارة ترتفع إلى الأعلى، الهواء ايضا مائع. زين، من تصعد الى الاعلى شو تلاحظ؟ تلاحظ انه اذاناتك مثلا تشوف تحسها سدت، التنفس مالتك راح يصير ضيق، او حتى لو تصعد على قمه جبل عالي. اللي دي يصير شنو؟ اللي دي يصير انه عمود الهواء كل ما ترتفع راح عمود الهواء اللي هو اعلى من عندك اقصد راح يقل، فالضغط الهواء راح يقل ايضا وياه. يعني انت احنا هسه بهاي النقطة اللي عايشين بها على الارض، ضغط الهواء الله سبحانه وتعالى خالقه انه يكون ملائم لنا. هسه واحد يقول لي شلون يعني ملائم لنا؟ اقول له هسه احنا مو دنا نتنفس، من دنا نتنفس احنا شنو؟ الرئة مالتنا كأنما مضخة هوائية، دا تسحب هواء ودا تدفع هواء، مو صحيح؟ لنفترض احنا صعدنا في مكان عالي، الضغط الجوي شنو؟ راح ينخفض. زين، فلهذا ايش تتصور من تصعد في مكان عالي راح يصير عندك ضيق بالتنفس لو ترتاح اكثر؟ منو يقول لي؟ ضيق بالتنفس ليش؟ لانه احنا هسه على سطح الارض، من دا نتنفس من الرئه مالتنا دا تتوسع تسحب هواء، اللي دا يساعد الهواء على الدخول شنو؟ الضغط الجوي، دا يدفع الهواء الى داخل الرئتين ودا يدخل الهواء دا تتنفس، واثناء الزفير الرئتين راح تتقلص راح تدفع الهواء الى الخارج، ايضا ضغط جوي موجود فراح تدفع يعني بضغط اعلى من الضغط الجوي فراح تدفعه للخارج. لنفترض تصعدت فوق في قمه جبل، من تريد تسحب هواء الضغط الجوي قليل، فراح تحاول الرئه مالتك راح تبذل جهد اكبر حتى تسحب كميه الهواء اللازمه لك، فراح تحس انه نفسك ضاق. زين، ومن تريد تسوي زفير الهواء راح يطلع بسرعة من عندك، يعني التنفس الشهيق يصير بطيء أو يصير صعب، الزفير يصير سهل. بينما أنت لنفترض أنه أنت رحت في منطقة، طبعا هاي فرضية ما ممكن، يعني في منطقة ضغط مالتها عالي جدا، ضغط الجوي أقصد، إيش راح يصير عندك؟ راح يصير الشهيق مالتك الهواء راح يدخل كمية الزفير راح تحاول تبذل جهد حتى تطلع الهواء من ليش؟ انه اكو ضغط خارجي. فهذا الضغط الجوي الله سبحانه وتعالى هو خالق لهاي الكائنات الحيه حتى يكون ملائم لها. زين، ولهذا احنا تلاحظ انه هذا اضبط مصداق حتى تتذكر دائما انه كلما ارتفع الى الاعلى، هسه احنا وين شاهد كلامنا؟ كل ما ارتفع الى الاعلى سواء سائل او غاز، ضغط السائل الساكن او ضغط المائع الساكن راح يقل، وبالعكس اذا انزل الى الاسفل. زين، وهنا شوف هو مبين لك هنا الضغط قليل، هنا شويه اكثر، هنا اكثر، هنا اكثر، الى ان صار هنا اكثر شيء هو الضغط راح يصير عندي. نجي على هسه هاي النقاط، هذه النقاط النقطه اي والنقطه بي، برايكم ياهو الضغط عندها اعلى عند اي لو عند بي؟ مع العلم شوف المقاطع مختلفه،
يعني هذا المقطع العرضي، العفو، القطر أصغر من هذا القطر. إيش راح يصير عندنا؟ الأي أكبر لو البي أكبر الضغط. ليش الأي أكبر؟ زين، منو قال مساوي؟ شو اسمك؟ ممتاز، الجواب الصحيح هو الضغط مساوي. ليش؟ هسه أقول لكم ليش. راح ناخذ معادلة، شوف ايش كاتب لك هنا. يتساوى ضغط السائل في جميع نقاط الواقعة في المستوى الأفقي، هاي النقاط في نفس المستوى الأفقي، السي والدي أيضا في نفس المستوى الأفقي، يعني الأي والبي ضغطها مساوي، السي والدي ضغطها مساوي، الأي والبي ضغطها أعلى من من؟ من السي والدي. ليش؟ لأنه العفو بالعكس، السي والدي ضغطها أعلى من شنو؟ من الأي والبي. ليش؟ لأنه عمقها أكثر. تلاحظون شلون؟ هسه نجي هنا، هاي غرفة راسم لك مثل الغرفة، شوف هنا في قعر الغرفة الضغط الجوي هو 1.006 ضغط جوي، اي تي ام يعني اتموسفير ضغط جوي. من هنا تصير على ارتفاع مثلا خلينا نقول 5 متر، ولو هو ماكو غرفة ارتفاع 5 متر يعني، بس هو هنا مسوي مثل الفرضية. على ارتفاع 5 متر اللي هو هذا الضغط 1 اتموسفير، يعني شنو نشوف؟ قل بنسبة قليلة. زين تخيل انت على مدى 5 متر الضغط قل 6 بالألف. زين إذا ترتفع مثلا فد كذا كيلو متر قد راح ينخفض عندك الضغط الجوي؟ فأنت من هاي أقيس. زين هسه نجي على وحدات الضغط والتحويلات الخاصة بالضغط قبل ما ندخل بالمعادلة واشتقاقها. الضغط طبعا بشكل عام، بما أنه احنا قلنا الضغط هو شنو عبارة عن، قلنا تعرفون الضغط عبارة عن قوة على مساحة، إذا وحداته أيضا هي وحدات قوة مقسومة على وحدات مساحة. يعني مثل إيش؟ مثلا نيوتن وحدات قوة مقسومة على المتر المربع وحدة مساحة، نيوتن على السنتيمتر المربع، نيوتن على المليمتر المربع، باوند على الإنج المربع، باوند على القدم المربع، وهكذا. يعني وحدة قوة مقسومة على وحدة مساحة. زين هنا النيوتن على السنتيمتر المربع لو نجي نفصلها أكثر، يعني النيوتن احنا يمكن اخذنا ببداية الكورس قلنا اكو وحدات او ابعاد اساسية واكو ابعاد مشتقة. فالقوة، القوة النيوتن قوة مو صحيح، القوة هي بعد مشتق. اذا اريد ارجع الى الابعاد الاساسية، شنو هي الابعاد الاساسية تذكروها؟ الابعاد الاساسية احسن، اي ممتاز، الطول، الطول والكتلة والزمن ودرجة الحرارة، يعني قلناها ما راح نستخدمها بالضبط. أيوة بس هي أيضا تعتبر بعد أساسي، والتيار الكهربائي وشدة الإضاءة وكمية المادة، ذني أبعاد أساسية. كل الأبعاد الأخرى هي شنو مرجعها إلى ذني الأبعاد السبعة. زين فنجي هسه لنيوتن هو قوة، إذا بعد مشتق. لنيوتن مين جاي القوة؟ مين جاي؟ جاي من كتلة، كتلة ممتاز، كتلة في التعجيل. زين الكتلة بيش تنقاس عادة؟ كيلوغرام. زين والأي التعجيل مثلا متر على مربع الثاني، على الثانية تربيع، متر على الثانية سرعة، متر على الثانية تربيع تعجيل. زين هاي القوة. زين من أقسم هذا المقدار أو يعني هاي الوحدات أقسمها على شو اسمه، أقسمها على المساحة. هسه القوة اتفقنا أنه كيلوغرام في متر الثانية تربيع، اتفقنا على هاي؟ هاي شنو؟ هاي القوة. القوة على المساحة أقسمها على المساحة، شنو وحداتها؟ مثلا متر مربع، أنا من أقول كيلوغرام يعني ذا بالوحدات الأخرى مال نظام الإمبريال يونت تطلع مثلا باوند، تلاحظون شلون؟ بس احنا نتعامل بنظام المتري أكثر شيء. زين هنا ايش راح يصير؟ هذا المتر راح يختصر ويا من؟ ويا هذا التربيع. فالوحدات كأنما ايش راح يصير؟ طبعا هاي الثانية مقام، الباصفة تنزل بالمقام، كأنما الضغط وحداته راح يصير كيلوغرام مقسوم على متر في ثانية تربيع. صح لو غلط؟ هاي الأبعاد الأساسية مالتها رجعتها إلى أصلها. فهسه عرفت انه النيوتن وحدات الضغط بيش، العفو، وحدات الضغط بيش تنقاس اما نيوتن المتر المربع، داين على داين ايضا هي وحدة قوة، داين على السنتيمتر المربع،
باوند على الانجي المربع. واذا تريد تفصلها الى وحداتها الاساسيه فراح تصير مثلا كيلوغرام على متر ثانيه تربيع. زين، هذا المقدار، هذا المقدار اللي هو نيوتن على المتر المربع والكيلوغرام على المتر في ثانيه تربيع، هذا له فد اسم دلع يدلعوه يسموه باسكال. ليش؟ نسبة للفيلسوف العالم الرياضي الفرنسي يسموه بليز باسكال، اللي هو يعني كان عنده قانون هاي خلى القوانين مال الضغط. ويمكن قياس الضغط ايضا بوحدة يسموها البار. اذا هاي كلها شنو؟ وحدات ضغط. واذا طبعا التحويلات لازم تحفظوها. اذا هاي التحويلات. البار ايضا يستخدموه ايضا وحدة ضغط. او الضغط الجوي الاتموسفير اي تي ام يرمزوا له اختصارا، هذا ايضا وحدة ضغط. الضغط الجوي ايضا عندنا عمود الزئبق، ايضا اكو بعض الاحيان هسه من نجي ناخذ المعادله تلاحظون انه الضغط يشيروا له مرات بارتفاع عمود السائل بغض النظر كونه زئبق او غير زئبق. وهسه نعرف ليش من ناخذ هاي المعادله راح تتبين امامكم كل الامور. فيقيسوه بارتفاع عمود السائل. زين، هنا نجي على هاي التحويلات. دائما هاي شوف هاي يعني خلوها احفظها مثل اسمك. الواحد بار يساوي 0.1 ميجا باسكال. ميجا باسكال، الميجا باسكال شنو؟ 10 اس 6 باسكال او 10 اس 3 كيلو باسكال. زين، الواحد بار يساوي 0.1 ميجا باسكال. الواحد بار شو يساوي؟ 100 كيلو باسكال. الواحد بار شو يساوي؟ 10 اس 5 باسكال. زين، واحد ضغط جوي يساوي تقريبا يعني 14.7 باوند على الانج المربع. 14.7 يعني هذا الضغط الجوي العادي يساوي تقريبا 14.7 باوند على الانج المربع، واللي يساوي بدوره 1 كيلوغرام قوه على السنتيمتر المربع. اذا الوحدات كلها يعني تحويلات مع الضغط. فانت معامل التحويل اذا تريد تحول لازم تعرف معامل التحويل، فهاي المعاملات التحويل موجوده امامك. واخر شيء شوف ايش كاتب لك، 76 سنتيمتر زئبق. يعني يريد يقول لك انه الضغط الجوي هذا اللي احنا مالتنا يعادل ضغط عمود زئبق مقداره 76 سنتيمتر. زين، ليش قاسه بالسنتيمتر؟ خلينا نجي ناخذ هاي المعادله حتى نعرف ليش بعض الاحيان يشيرون الى ضغط المائع بالارتفاع، ما يشيروا له بارتفاع فقط. قبل هاي المعادلة خلينا نجي احنا نشوف نفصلها. نقول احنا ايش قلنا؟ قلنا الضغط شو يساوي؟ يساوي القوة على المساحة، مو قوة على المساحة. زين، المائع هذا هسه مائع موجود في اناء، مو صحيح؟ هذا اناء وهذا هنا اكو مائع. هذا المائع القوة اللي دي يسلطها خلينا نقول على الاناء، على قعر الاناء، على قعر الاناء. طبعا هو الضغط ينتقل الى جميع انحاء السائل بالتساوي. خلينا نحكي على القعر هسه، على قعر الاناء شو تساوي؟ تساوي وزن السائل. قوه شنو؟ وزن السائل، مو صحيح؟ وزن السائل. فحبدل الاف ابدلها بالرمز شنو؟ دبليو. هاي دبليو وزن السائل على المساحه. زين، يجي واحد يقول لي يابا هو الوزن مو كتله في التعجيل؟ اقول له اي صحيح، كتله في التعجيل. يقول لي زين المساحه، المساحة هسه هذا اناء، الاناء خو ما موجود هيك 2 دايمنشن غير هو 3 دايمنشن. زين، يعني حجم. يقول لي المساحة شو تساوي؟ مساحة اي جزء مو يساوي لي مساحة القاعدة في الارتفاع، صح لو غلط؟ مساحة القاعدة في الارتفاع، هاي القاعدة مساحتها في الارتفاع. اقول له اي والله حكيك صحيح. يقول لي زين اذا هو الحجم يساوي لي مساحة القاعدة في الارتفاع. زين، المساحة شو تساوي لي؟ أقول له عمي المساحة تساوي لي طرفين بوسطين الحجم، هذا الحجم مقسوم على الارتفاع. يقول لي زين ليش ما عوض مكان الأي بهذا المقدار؟ أقول له يلا خلينا نعوض نشوف شو يطلع. فجينا هنا عوضنا عن الأي بما يساويها، هاي المعادلة العادية V على H. زين، الـ V حجم والـ H ارتفاع. زين، هسه اقول له زين انت شو تريد توصل؟ وين تريد توصل؟ يعني عوضنا وبعدين. يقول لي اصبر خلينا نشوف ايش راح يصير. زين، فهنا اللي راح يصير شنو؟ من عوضنا صار عندي هذا ام جي كتله في التعجيل اللي هي شنو؟ الوزن. والاي هي حجم على ارتفاع. زين، وبعدين شو تريد توصل؟ زين، مقام المقام شنو؟
من الاتش مقام المقام دائما وين يصعد؟ يصير بسط زين. فصار عندي المعادله، صارت المعادله عندي ام جي اتش على في. اقول له زين وبعدين يعني ليش عقدتها هاي المعادله؟ يقول لي اصبر على كيفك وياي. زين ام جي اتش على في، بعدين شو يقول لي؟ يقول لي تعال اقول لك هسه اني الام الام اللي هي الكتله على في شو تمثل لي؟ شو اجاوبه؟ كثافه. يا كثافه كتليه لو وزنيه؟ الكتليه لانها كتله عندي، لا من اضربها في الجي تصير وزنيه، بس هاي كثافه كتليه. زين اذا يقول لي عوض عنها كثافه كتليه، يابا هاي هذا رمز الكثافه الكتليه يسموه رو، يسموه رو. زين فصارت المعادله رو جي اتش، المعادله صارت شنو؟ رو جي اتش. يعني شير يعني ايش راح يقول لي؟ يقول لي يابا انت اذا تريد تحسب كثافه، العفو اني خل امسح لها، اذا تريد تحسب ضغط نقطه بالسائل فعليك انه تعرف كثافه السائل والتعجيل الارضي وارتفاع النقطه في هذه السائل. اقول له ها عاش لك، ها خوش معادله. اذا هسه عرفنا انه الضغط السائل شلون ساوالي رو جي اتش، يعني احنا بعد المسائل اغلبيتها راح تكون بهالطريقه هاي، يريد منك الضغط يعطيك كثافه يعطيك تعجيل ويعطيك ارتفاع. زين هنا هاي الرو جي اتش اذا اريد اكملها اكثر، الرو جي هاي شو تساوي للرو جي؟ الكثافه الكتليه في التعجيل شو تساوي لي؟ تساوي لي الكثافه الوزنيه في الارتفاع. فمن هذه المعادله اعرف انه ضغط السائل اللي ضغط نقطة بالسائل يعتمد على كثافة السائل ويعتمد على التعجيل الأرضي ويعتمد على ارتفاع النقطة داخل السائل. خلينا نجي على واحدة واحدة. كثافة السائل، تجي تاخذ سائلين كل واحد كثافته مختلفة عن الآخر، السائل كثافته أعلى راح يكون شنو؟ راح يكون ضغطه أعلى. زين أخذت سائل يعني اناء سائل بارتفاع معين، نفسه كوبي بيست اخذته بس رحت على القمر، ضغط السائل هنا على الارض نفس ضغط السائل على القمر؟ لا. ليش؟ انه عندنا التعجيل راح يختلف. افتهمت هسه هنا ليش التعجيل يلعب دور؟ زين نجي جبنا اناء بي سائل، هذا هسه خلينا نرسمه هنا شويه اكبر، هذا اناء بي سائل، بي سائل هنا، هذا السائل خب بي نقاط، مو صحيح مو نقطة واحدة، يعني هنا عندي مستوى بي اكو نقاط، هنا نقاط، هنا نقاط، هاي كلها نقاط صحيح؟ زين، ايش تتصورون هسه على هذا الحكي؟ هاي النقطة ضغطها أعلى لو هاي النقطة ضغطها أعلى؟ ها فراح تجي تقول لي ها راح تقول لي الاتش اللي هو ارتفاع السائل فوق النقطة. ها انتبه، مو ارتفاع النقطة عن القاع. مو هذا ما اقصد به الاتش ارتفاع النقطة عن القاع، لا ارتفاع السائل فوق النقطة، هذا اللي اقصد به بالاتش. مو اكو طلاب شو يسوي؟ مو قرأ اتش مثلا هنا شو ينطي؟ يقول له يابا هذا كل الارتفاع 10 سنتيمتر مثلا، 10 سنتيمتر، يقول له ارتفاع النقطة عن القاع مثلا 8 سنتيمتر، احسب الضغط. هو شو يسوي؟ كثافة الماء رو جي 9.8 في الاتش راسا اجي شلون شرخه 8 راسا، غلط ننطي. ليش؟ لانه ارتفاع السائل فوق النقطه مو ارتفاع النقطه عن القاع. زين فهنا ارتفاع السائل فوق النقطه ايش قد؟ 10، هذا كله 10، اطرح منه ال 8 يبقى لي هذا المقدار القليل اللي هو شنو؟ 2. فهنا اصير رو جي في 2. صار واضح هنا؟ هذا المقصود بالاتش، يعني اخاف تغلطون بعدين. فهنا عندي كل ما يزيد ارتفاع السائل فوق النقطة H هو مو يعني مو شرط مو هو يعني قصدي بالضبط يعطيك هذا كله مثلا كامل، هذا كامل مثلا خلينا نقول 10 كرقم بسيط 10 سنتيمتر، وينطيش نقطة هنا، هاي نقطة يقول لك علما انه شلون نقول ارتفاع النقطة عن قاع الحوض
مثلا يعطيك اياها خلينا نقول 6، فهنا ايش قد راح يطلع الاتش؟ بالضبط يطلع 4، لان انا ما اريد هذا، هذا ما يخصني. اللي يخصني هو هذا ارتفاع عمود السائل فوق النقطة. يعني هسه احنا كبشر الضغط الجوي شلون يجينا؟ ارتفاع عمود الهواء اعلى، اللي اعلى من عندنا. تلاحظون شلون؟ يعني احنا هسه الاسماك وين تسبح؟ تسبح بالماء. احنا الان وين نسبح؟ احنا نسبح هسه في قعر الهواء، صحيح؟ احنا هسه تخيل احنا وضعنا، هسه احنا موضوعين في يعني خلينا نقول، ما نقول اناء، لكن خلينا نقول في مكان بيه هواء، احنا في قعر الهواء هسه، صح لو خطأ؟ اي، فمن نحسب الضغط، انا ما احسب الضغط من عندي وجوه، احسب الضغط من عندي وفوق. هذا الارتفاع الهواء اللي اعلى من عندي. زين، نجي هسه هذا فالسؤال ايضا اريدكم تجاوبوني عليه، يعني تفكروا لي بيه. عندنا هاي النقاط لو تلاحظوها، نقطة اي اذا واضحة عندكم، نقطة بي، نقطة سي، نقطة دي، نقطة اي، ونقطة اف، ونقطة جي، ونقطة اتش، ونقطة اي. هذا الرسم اذا فهمته انت راح تفهم انه ايش اقصد اني بهذا اللي اقول لك البي تساوي الرو جي اتش. هسه خلينا نجي النقطة اي والنقطة بي، ياهو من ذني النقاط متساوي الضغط عندها؟ عندي اي وبي وسي ودي واي واف وجي واتش واي، ياهو من ذني النقاط متساوي الضغط عندها؟ لا هي، لا شلون تساوي وحدها غير هي تساوي ويا شيء اخر ويا نقطة اخرى؟ ها ليش يعني وين هسه يعني كل النقاط تتضغطها متساوي؟ الجواب لا. ليش؟ لانه عندي الاي فد لحظه، احنا هسه شنو عندنا القانون مالتنا؟ الشغلات اللي تاثر على الضغط شنو هي الامور او العوامل؟ الرو والجي والاتش. نيجي كل النقاط ذني الاي والبي والسي والدي والاي والاف والجي هي شنو؟ والاتش والاي كلها شنو؟ تحت شنو؟ تحت تعجيل واحد، صح؟ تعجيل ارضي، مو صحيح؟ اذا هذا هسه طلعناه من الحساب، يعني الكل متساوي بي. زين، نجي على الكثافه. جميع النقاط اللي هي تمثل لي اي وبي وسي ودي واي واف وجي والاي كلها نفس الكثافه، نفس كثافه السائل. ليش ما قلت الاتش؟ لانه الاتش متاثر بضغطين، ضغط الماء هذا ماء، وهنا ميركوري يعني زئبق، وضغط الزئبق هذا باللون الرصاصي. فعندي هنا الاتش راح شنو؟ مو نفس الكثافه. فشنو معناته؟ معناته عندي جميع النقاط اللي تمثل لي اي وبي وسي ودي واي واف وجي والاي اذن كلها كثافه واحده، كثافه الماء. اذا هاي ايضا حددناها. زين، نجي نشوف اذا ذني كلها متساويات اي بي سي دي اي اف جي اتش. اقول لك بقى عندنا عامل اخر، خلينا نشوف متساويات بي. اذا النقاط اي بي سي دي اي اف جي اتش متساويات بالتعجيل ومساويات بالكثافه. خلينا نجي نشوفها متساويات بالضغط، العفو متساويات بالارتفاع. من نجي نشوف الاي والبي الى جي، اذا كلها متساويات بالارتفاع. الاختلاف وين؟ بالنقطة اي، ارتفاع السائل فوقها شنو؟ اكثر. فاذا شنو؟ جميع النقاط اي بي سي دي اي اف جي كلها متساوي الضغط عندها. ليش؟ لتساوي الكثافة وتساوي التعجيل وتساوي ارتفاع السائل فوق النقاط اللي هو هذا الاتش رامز كاتب لك اياه هنا. زين، بنجي على النقطة اي. النقطة اي راح شنو الاختلاف؟ راح الاتش مالتها راح يزداد، الاتش مالتها راح يزداد. فاذا شنو الضغط عندها؟ راح يكون اعلى من بقيه النقاط. ما ادري وياي واضح؟ اي، هي ذني كلها واقعه على مستوى افقي واحد ما عدا الاي والاتش، ذني كلها واقعه على نفس المستوى الافقي. بالضبط، يعني من اجر خط، انا سماع عندي مصدر، يعني من اجر خط افقي كلها راح تصير على نفس شنو؟ المستوى الافقي. بغض يعني لاحظوا بغض النظر عن شكل الاناء، يعني هنا هو متعمد مطيك شكل الاناء مختلف، يريد يوصل لك فكره انه شكل الاناء ما ياثر عندي، ما دام هو الارتفاع ثابت فشكل الاناء ما راح ياثر شيء.
تلاحظون شلون؟ زين، هسه نجي على النقطة اي، النقطة اي ايش قلنا؟ قلنا الاتش راح يختلف عليها، فراح يزيد لأنه الاتش هنا أعلى من الاتش بالنسبة لذني النقاط، يعني هذا الاتش هو ممتد منا إلى هنا، بينما ذني الاتش مالتن هو هذا. زين، نجي على هذا الزئبق، الزئبق شغلة ثانية، ليش؟ خلي هسه أحكي على الزئبق، العفو. كلش ممتاز، إذا ايش راح يصير عندي الضغط مالته؟ الضغط عند الزئبق حامل بي اتش جي، هذا الزئبق يعني. ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ضغط الماء اللي هو رو المل للماء H2O، الجي هذا التعجيل ثابت، والاتش مالت من مال H2O مال المي اللي هو هذا من هنا الى هنا، هذا المي. زين، زائد شنو؟ زائد هذا الضغط مال الزئبق بهذا الارتفاع اللي شو يساوي لي؟ يساوي لكثافة الزئبق HG التعجيل نفسه، والارتفاع مالت من مال ال HG. طبعا تقدر تطلع هذا التعجيل الارضي عام المشترك انت براحتك. بالنتيجه شوف الزئبق متاثره بضغطين، طبعا احنا يعني تسامحا قلنا بضغطين، هي ثلاث ضغوط، لانه عندنا ضغط الهواء، هذا شوف الضغط الجوي، هنا اكو هواء ضغط جوي، يعني هملناه لانه كل النقاط متاثره بنفس الضغط الجوي، بس هو ايضا ضغط مؤثر، يعني من تحسب الضغط لازم تحسب الضغط الجوي. فهسه بغض النظر اعتبرنا هملنا، فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندي رو الكثافة الماء في التعجيل الارضي في ارتفاع الماء اللي هو هذا، زائدا هاي احكي لك بالنقطة بالنسبة للنقطة اتش، هاي خلينا نمسحها جي بالنسبة للنقطة اتش يعني. زين، فايش راح يصير عندي؟ زائد كثافة الزئبق زائد التعجيل الارضي هو نفسه ثابت، زائد ارتفاع الزئبق اللي هو من هاي من هنا الى هنا، هذا ارتفاع الزئبق. لاحظتوا هسه شنو الفرق عندي صار؟ هسه انت بعد هذا الرسم انت المفروض بعد تعرف انه الضغط اي نقطه بالمائع يعتمد على ثلاث نقاط، كثافه المائع، تعجيل ارضي، وارتفاع السائل فوق النقطه. زين، باسكال شو يقول؟ باسكال يقول الضغط المسلط على مائع محصور مثل هذا الاماكم يزيد من ضغط الماء، يعني أنا من هذا عندي مائع محصور، يعني شنو محصور؟ يعني ماكو منفذ يعني يخرج من عنده خارج الإناء. من أسلط الضغط عليه يقول الضغط راح ينتقل إلى جميع أجزاء بالتساوي. هاي فد خاصية يتميز بها الماء، يعني شنو؟ يعني هنا من أسلط قوة F1 على المساحة A1 راح يتولد لي ضغط مقداره P1. هذا الـ P1 راح ينتقل، هذا السائل الأصفر ده تشوفوه بكل مكان من ذني السائل، هو شنو الـ P؟ الـ P1 كله، يعني الـ P1 تساوي الـ P2 بهاي الحالة، الـ P1 تساوي شنو؟ الـ P2، لأن الضغط هو باسكال يقول الضغط المسلط على ماء محصور يزيد من ضغط الماء، طبعا هنا إذا أهملنا هذا الارتفاع، يعني إذا أهملنا الارتفاع، فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه القوة على المساحة، يعني هنا راح يصير عندي تساوي ضغوط الـ P1 تساوي الـ P2. زين، الـ P1 شنو القانون مالتها؟ F1 القوة على المساحة A1 تساوي الـ F2 على المساحة. ها هنا ايش راح استفاد؟ راح يقول لك انت هسه هاي كلكم شايفين هذا الجك اللي يرفعون به السياره، الجك الهيدروليكي اقصد. الجك الهيدروليكي انت تسلط قوه قليله، يعني خلينا نقول ايش قد، يعني خلينا نقول فد 100 نيوتن. بس انت تشيل لك سياره، ترفع لك سياره بوزنها قد يصل الى مثلا 5000 نيوتن. تشوف شلون؟ هذا شلون حصلت اني يعني من قوه قليله حصلت قوه كبيره. المواعي من خصائصها انه تنقل ضغوط ما تنقل قوة، تنقل ضغوط، يعني الضغط هو راح يساوي، اما القوة فتعتمد على اليمن على مساحة، المساحة المتأثرة او المؤثرة، هاي مساحة مؤثرة، هاي مساحة متأثرة. زين، فكلما زادت المساحة هاي المتأثرة القوة راح تزيد، يعني كأنما انت هنا القوة هنا هذه اللي ترفع هذا راح تزيد عندك، مع العلم انت مسلط قوة قليلة هنا. تلاحظ شلون؟ ما ادري يعني وصلت الفكرة لو لا. انه الضغط انت اريدك تعرف انه السوائل ما تنقل قوة، تنقل ضغوط.
يعني الضغوط تكون متساوية، لكن القوة شنو تعتمد على شنو؟ تعتمد على مساحة المساحة المتأثرة. طبعا هاي القوانين أيضا هم يعني حفظوها. هذا عندنا إذا تريدون أكو هذا المثلث، ما أدري يمكن مار عليكم أو لا، من تجيك هيك علاقة بين 3 عوامل، ترسم هيك مثلث بهالشكل هذا. إيش عندنا إحنا؟ يقول لك البي تساوي الاف على الاي. فمن خلال هذا المثلث انت شنو اللي تريده؟ تريد الاف، تقول الاف تساوي البي في الاي. تريد الاي، تقول اف على بي. تريد البي، تقول اف على اي، وهكذا. زين، فهو هنا معطيك كل القوانين يعني كل محتملة لهذا القانون اللي هو البي يساوي الاف على اي. زين، نجي على مصطلحات عندنا طلاب. بس الحضور سجلتوه؟ ترى راح تنغلق الاستماره عن قريب. سجلت حضور؟ ممتاز. زين، مصطلحات عندنا دائما نستخدمها عند التعبير عن الضغط وقياس الضغط وغيرها. الضغط بمصطلحات زين اريدكم هم تفهموها شنو معناتها. عندنا فد شيء اسمه الضغط المطلق. الضغط المطلق اللي ابسولوت بريشر، يقول هو الضغط الحقيقي المقاس نسبة إلى الفراغ المثالي. يعني شنو الضغط المطلق؟ أقل ضغط مطلق هو إيش قد؟ هو صفر. صفر يعني شنو؟ يعني ماكو أي ضغط، يعني نقطة خالية من الضغط، هذا يسموه صفر. ويمكن أن يكون أكبر أو أصغر من الضغط الجوي، لأن الضغط الجوي مو صفر. الضغط الجوي قلنا 14.7 PSI أو 1 بار أو 1 أتموسفير، مو صحيح قلنا هذا، أو 10 بس 5 باسكال، هذا هو الضغط الجوي. لكن انت الضغط المطلق، يعني يكون ايش خلينا نقول يعني احنا هسه من نقول مثلا هسه هذا الجيج مال السياره من تقيس الضغط الاطار، ضغط التاير، الضغط الهواء بالاطار، هنا من تقيسه هذا، هذا مو ضغط حقيقي، هذا ضغط الصفر مالته شنو؟ الصفر مالته هو الضغط الجوي. الضغط الجوي ايش قد يساوي؟ الضغط الحقيقي مالته يساوي مثلا فرضا 14.7 PSI. لكن بالمقياس الضغط الجوي ايش مسوي؟ قال يابا احنا وين ما نروح هو الضغط الجوي نفسه، فليش ما نعتبره صفر؟ فهذا الصفر هذا مو حقيقي، هذا مو مطلق، هذا يسموه ضغط المقياس. راح نجي للنقطة الثانية. هذا بالحقيقة مو صفر، بالحقيقة هذا 14.7 PSI. زين، لكن بالتعاملات مالتنا قال لك أنا أغلب الأحيان ما أحتاج أنه أعتبره صفر الضغط الجوي، أعتبره شوف مو هو صراحة صفر، وإنما هو اعتبره صفر، قال لك لأنه هو تقريبا مساوي في جميع المناطق، فأنا شنو راح أعتبره صفر، فخلى صفر 20-40. فأنت من تجي جبت المقياس الجيج مال هذا مال ضغط مال الاطارات، قرا عندك خلينا نقول 30 بي اس اي مثلا، 30 بي اس اي قرا هنا 30 بي اس اي. هل هذا ضغط حقيقي هذا لو ضغط مقياس يسموه؟ هذا ضغط مقياس. شلون اطلع الضغط الحقيقي؟ لازم اضيف له ايش قد؟ احسنت، اضيف له 14.7 لازم، يعني 30 زائدا 14.7 يلا يطلع لي شنو؟ يطلع لي الضغط المطلق ايش قد؟ فيطلع لي ايش قد؟ يطلع لي هنا 44.7 بي اس اي، هذا الضغط الحقيقي. بينما بالمقياس ايش قد قرا لي؟ قرا لي 30. زين، فاذا شنو ارجع التعريفنا؟ يقول هنا الضغط المطلق هو الضغط الحقيقي المقاس نسبة إلى الفراغ المثالي، ويمكن أن يكون أكبر أو أصغر من الضغط الجوي. زين، الضغط المقياس اللي هو هذا بالجيج هو ضغط اعتباري، يعني مو حقيقي، حيث يعتبر الضغط الجوي صفره، الصفر مالته يعتبر الضغط الجوي. يعني شنو؟ يعني الصفر مالته هو قيمته 101 كيلو باسكال، او قيمته 14.7 بي اس اي، او قيمته 1 بار، هذا الصفر مالته. وطبعا ضغط المقياس
اكو مقاييس يسموها مقاييس ضغط، يعني الضغط بها موجب، واكو مقاييس يسموها مقاييس التخلخل، يعني شنو مرات الضغط يكون اقل من الضغط الجوي، فشي يصير اشارته بالسالب الضغط. زين، فهذا ضغط المقياس قد يكون موجب اذا كان الضغط المطلق اكبر من الضغط الجوي، وسالب اذا كان الضغط المطلق اصغر من الضغط الجوي. يعني احنا نعتبر الصفر معتبر، هذا ضغط المقياس معتبر الصفر مال الضغط الجوي، فاي ضغط اعلى من الضغط الجوي راح يعتبره موجب، يعتبره موجب. هو ماكو عندنا ضغط سالب وضغط موجب، لكن احنا بما انه صفرنا عندنا الضغط الجوي اعتبرناه صفر، فكل شيء فوقه راح يصير موجب، كل شيء جواش راح يصير نعتبره سالب. زين، خلينا نجي هذا الضغط الجوي، هذا ابو البلاوي اللي احنا كله صرنا ساعه نحكي عليه، شنو تعريفه؟ خلينا نجي نشوف تعريفه. هو الضغط الناتج من عمود زئبق ارتفاعه 76 سنتيمتر. يعني هسه انت من فرضا جبت هسه هذه انبوبه، خلينا نقول طولها متر 100 سنتيمتر، جبت خليت بها زئبق ارتفاعه 76 سنتيمتر، 70 76 سنتيمتر. الزئبق به كثافة مو صحيح، والتعجيل الأرضي موجود والارتفاع موجود، راح يطلع لي شنو ضغط الزئبق عند هاي النقطة. هذا الضغط اللي يطلع لي من أحسب الكثافة الزئبق في التعجيل في 76 سنتيمتر أو 0.76 متر، راح يطلع لي الضغط الجوي شقد، راح يطلع لي مساوي ل 76 سنتيمتر زئبق مساوي ل 101 كيلو باسكال. هذني كلها شنو؟ الضغوط الجوي، العفو الضغط الجوي، لكن بوحدات مختلفة، بوحدات مختلفة. يعني مرة تقدر تقول الضغط الجوي يساوي 76 سنتيمتر زئبق صحيح، وتقدر أيضا تقول يساوي 101 كيلو باسكال أيضا صحيح، 1 بار يعني إذا تريد تقربه 1 بار أيضا صحيح، 14.7 صح، كلها صحيحة. لكن إذني الأرقام بالمقياس راح تقرأ عندك صفر. زين، إحنا خليناها صفر. زين، نجي على التخلخل اللي هو شنو تخلخل؟ يعني عندما يكون ضغط المقياس أقل من الضغط الجوي. طبعا من أقول تخلخل مو معناته ماكو ضغط، لا أكو ضغط، لكن يجوز قيمته 13 PSI. PSI 13 PSI ضغط لو مو ضغط؟ ضغط موجود، لكن بما أنه هو أقل من الضغط الجوي فسميناه تخلخل، سميناه تخلخل. زين، اذا التخلخل ببساطه يسموه فاكيوم، تنكتب هالطريقه هاي، هو ضغط المقياس، ضغط المشوف مو اعتبار مو ضغط مطلق، ضغط المقياس عندما يكون الضغط المطلق اصغر من الضغط الجوي. زين، هسه هنا من يقول لي هاي ال 13 بي اس اي ضغط مقياس لو ضغط مطلق هاي؟ ها هاي البي اس اي ضغط جوي لو ضغط، شنو قلت؟ هذا ضغط جوي لو ضغط مطلق. قلنا 14، هذا 14.7 هذا الضغط الجوي بي اس اي. افرض اني عندي ضغط 13 بي اس اي في مكان ما، 13 بي اس اي هذا ضغط مطلق لو ضغط شو اسمه مقياس؟ ضغط مطلق لا ضغط مطلق. زين، هذا الضغط المطلق ايش قد راح يقرا لي المقياس على هالحكي مالتنا؟ ها سالب ايش قد؟ سالب ايش قد؟ بوينت سالب 1.7 مو صحيح؟ وياي يا طلاب وياي. ها هنا ضغط المقياس ايش راح يعتبر لي؟ راح ينقص من الضغط الجوي، فراح يطلع عندي كانما 14، العفو احنا الضغط الجوي هو يكون ثاني واحد، يكون 13 الضغط اللي قرا ناقص 14.7 راح يساوي لي شنو؟ 1.7 مو صحيح؟ 1.7 لو 1.3 1.7 بالسالب بي اس اي. هذا يا ضغط المقياس، لكن هو بالحقيقه ايش قد؟ 13 بي اس اي. زين، نجي على ما يسمى بالفراغ المثالي. الفراغ المثالي هو المقصود بالضغط اللي قيمته صفر مطلق، يعني ما عندي اي ضغط، هذا يسموه الفراغ المثالي. خلينا ننتقل الى هاي الصفحه.
اللي تمثل لنا العلاقه ما بين الضغط المقياس وضغط التخلخل والضغط المطلق والضغط الجوي والفراغ المثالي. لنفترض هذا الخط يمثل لي الفراغ المثالي اللي هو الضغط هنا ايش قد يعتبر؟ صفر، صفر مطلق، يعني بالمطلق هنا صفر، ما عندي اي ضغط. من يرتفع عندي الضغط، يرتفع عندي الضغط، خلينا نقول وصل لهنا، هذا ايضا ضغط مطلق. خلينا نفترضه نعطيه رقم حتى تكون الشغله واضحه. خلينا نفترض هنا 9 بي اس اي، 9 بي اس اي. الضغط الجوي ايش قد قيمته؟ هذا 14.7 بي اس اي، هذا الضغط الجوي. زين، وهذا هنا خلينا نفترضه فد 30 بي اس اي، 30 بي اس اي. لاحظوا هنا حتبين لي هنا هذا صفر بي اس اي، يعني شنو؟ ضغط فراغ مطلق او ضغط يسموه ضغط الفراغ. اصعدت شويه، يعني مو اقصد اصعدت، وانما الضغط صعد ارتفع شويه وصل 9 بي اس اي، لكن هو بعد شنو؟ دون الضغط الجوي. فهذا شيء يسموه تخلخل. بالنسبه للضغط الجوي هذا تخلخل يعتبر. زين، بس هاي التسعة شنو؟ التسعة هذا ضغط مطلق دا احكي، هذا ان كلها ضغوط مطلقة، صفر ضغط مطلق، 9 بي اس اي ضغط مطلق، 14.7 بي اس اي ضغط مطلق، 30 بي اس اي ضغط مطلق. لكن هذا من اجي اقيسه بالمقياس، ايش قد راح يقرا عندي المقياس؟ راح يقرا عندي المقياس 9 ناقص 14.7، هذا هنا صفر، صفر بي اس اي مطلق. بالمقياس من اجي اقيس ايش قد راح يقرا لي؟ صفر ناقص 14.7 ضغط جوي اللي هو اقصد به. نجي هنا هذا على مستوى الضغط الجوي، المقياس ايش قد راح يقرا لي؟ 14.7 ناقص 14.7 يعني صفر، راح المقياس يقرا لي صفر. من اجي على 30، المقياس ايش قد راح يقرا لي؟ 30 ناقص 14.7 شو يساوي لي؟ راح يساوي لي بحدود ال 16.3 او شيء من هالقبيل، العفو 15.3، يعني في هالحدود 15.3 بي اس اي. زين، اذا نريد نسوي فد قاعده انه شلون العلاقه ما بين الضغط المطلق وضغط المقياس. الضغط المطلق يعني هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الضغط المطلق. تفضلي، مو قلت لكم 49 ست؟ اي وصلنا ساعة نوزن ونحكي. هي وينها؟ ليش مو هي تحكي؟ تخاف شنو قابلة؟ جني قدام تخاف؟ وينها ميس محمد؟ ميس محمد وينها؟ ماكو ميس محمد. زين، عوفي هسه ميس محمد، يجوز فصل عندها النت. زين، على كل حال الضغط المطلق ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي الضغط الجوي زائد ضغط المقياس. يعني شنو الضغط الجوي زائد ضغط المقياس؟ يعني هنا من نجي هنا عندنا صفر، هذا الضغط المطلق صفر، مو صحيح. منين جاي الصفر هذا؟ جاي من الضغط الجوي 14.7، والمقياس ايش قد قرالي؟ قرالي سالب 14.7، مو قلنا هاي سالب؟ طلع سالب 14.7، فايش صار الناتج؟ صفر. خلينا نجي ناخذ امثله على هذا الشيء. هاي طبعا هم فد رسم توضيحي بالانجليزي. قبل ما ناخذ رسم توضيحي، اكو هاي مساله خلينا نحلها، هاي تخص الضغط الرو جي اتش، بعدين نجي على ناخذ انه شلون نحول الضغط المطلق الى الضغط الجوي. المساله شو تقول؟ تقول احسب القوه الكليه المؤثره على قاعده خزان طوله 300 سنتيمتر وعرضه 250 وارتفاعه 3/2 من طوله، يعني ثلثين مره ونصف قد طوله. اذا علمت ان هذا الخزان مملوء بماء كثافته 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، يقول ثم احسب الضغط على نقطة في القاعدة. هذا المثال كلش مهم، هذا إذا افتهمتوه راح تفتهم هذا الحكي اللي حكيناه كله.
شي يقول؟ يقول احسب القوة، شي يريد؟ يعني يريد الاف المؤثر على قاعدة الخزان، يعني في قعر الخزان. الخزان شنو مواصفاته؟ منطينا طوله ومنطينا عرضه ومنطينا ارتفاعه. هذا الخزان مملوء بماء، الكثافة منطينا اياها، الرو منطينا اياها، ويريد هذا مطلب اول، القوة مطلب اول. بعدين شي يريد؟ يقول احسب لي الضغط البي على نقطة في القاعدة وعلى نقطة في منتصف ارتفاع الخزان. يعني هذا خزان يريد يحسب اول شيء القوة هنا المسلطة على القاعدة شقد، القوة على القاعدة المسلطة على القاعدة، وبعدين يريد الضغط هنا شقد والضغط هنا في منتصف الخزان شقد. خلينا نجي نشوف السؤال. اول شيء خلينا نشوف القانون مالتنا، يقول احسب القوة. القوة شو تساوي لي؟ من يقول لي شلون احسب هالقوة؟ لا ما هسه هنا ما عندي كتلة في التعجيل، يعني عندي ضغط وعندي مثلا شو اسمه، يعني ممتاز ممتاز. الضغط يعني نقول الضغط في المساحة او المساحة في الضغط نفس الشيء، كلش ممتاز. زين هنا المساحة عندي لو ما عندي مو المس ممتاز شلون؟ كلش ممتاز. عندي طول وعندي عرض، اذا المساحة صارت بالجيب. زين البي اللي هو الضغط نقدر نستخرجه لو ما نقدر؟ شي يساوي لي الضغط؟ هسه قلنا المساحة تساوي الطول في العرض، ال في الويدث، اللينث في الويدث، الطول في العرض. زين البي شو يساوي؟ الضغط شو يساوي؟ الكثافة. ممتاز، الكثافة في التعجيل في الارتفاع. نجي الكثافة عندنا لو ما عندنا، هو منطيني اياها الف. زين التعجيل هذا ثابت، والاتش عندنا لو ما عندنا ثلاثة على اثنين شنو؟ ها انتبه هنا، يعني هاي ثلاثة على اثنين مو ارتفاع، هاي مو ارتفاع، لازم اشوف طول اشقد 300 اضربها في 3 على 2 يطلع لي الارتفاع اشقد. زين لا هسه لحظه، خلينا نجي على وحده. الاي شو تساوي لي؟ تساوي لي الطول في العرض، ويساوي الطول اشقد 300 سنتيمتر. ححوله متر، ليش؟ انا عندي الكثافه بالمتر، ف 300 على 100 متر في العرض شقد؟ 250 على 100، حولته متر حتى الوحدات تتجانس. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الرقم شقد راح يطلع لي؟ هاي الصفارة تروح ويا هاي، هذا يروح ويا هذا، 7.5، مو هاي قسم على 10، 7.5 متر، صح؟ زين هذا شنو؟ هاي المساحة. بعد ذلك انتقل للضغط. الضغط ايش راح يساوي لي؟ اجي اشوف الضغط، هذا البي يساوي العفواني، هاي رو، هي تشابه ويا البي. البي هاي تساوي لي الرو جي اتش. نجي ويساوي الرو ايش قد؟ هاي الف هنا الوحدات جوا راح اكتبها كيلوغرام على المتر المكعب، في الجي هذا واضح خوب 9.8، شنو وحداته تعجيل؟ شنو وحداته؟ ها؟ متر على ثانية سرعة، متر على ثانية تربيع يصير تعجيل. زين هسه الارتفاع ايش قد؟ كلش ممتاز. شلون عرفت 450؟ الارتفاع يساوي 3 على 2، جدا ممتاز، 3 على 2 في 300. هو ده يقول لي 3 على 2 من 300، فأضرب 3 على 2 في 300، 3 على 2 تقريبا واحد، يعني 1.5 تساوي، فكأنما مرة ونص بقد الطول. تلاحظون شلون؟ فهنا هسه هنا بس خلي شوي امسحها الهاي لأنه الظاهر ما راح تكفي، شوي ادنيها لي غاز. عندنا الضغط يساوي رو جي اتش، قلنا الرو قلنا الف 10 أس 3 راح اكتبها حتى اختصار لشو اسمه، كيلوغرام، لا بس لا تنقلب الصفحة، كيلوغرام على المتر المكعب.
في الجي 9.8 متر على الثانية تربيع، متر على الثانية تربيع، في الارتفاع هو 3 على 2 مضروبة في 300 على 100 حتى حولها متر، 300 على 100 مضبوط، يطلع 4.5. 4.5 شنو؟ متر. أنا ليش دا أكتب الوحدات؟ حتى بعدين أشوف هاي الوحدات من أضربها صدق تطلع ضغط لو دي يكذبون علي. ها فنجي هسه، نجي شو نسوي؟ نقول العشرة، يعني هسه هنا حتى نشوف 10 أس 3 اللي هي ألف في 9.81 في قلنا 4.5 مو صحيح؟ هذا ما بين قوسين 4.5. فايش قد ايش قد راح يطلع عندنا الرقم هنا؟ ايش قد راح يطلع عندنا الرقم؟ حتى نشوفه بال شو اسمه؟ راح يطلع عندنا هاي ألف مضروبة في 9.81 في 4.5، يطلع عندنا 44,145. الوحدات المفروض يعني شو اتامل هنا؟ ايش تطلع الوحدات؟ المفروض تطلع نيوتن، نيوتن على المتر المربع مو صحيح؟ خلينا نجي نشوف تطلع نيوتن على المتر المربع لو كلاوات الحكي. خلينا نجي نشوف اول شيء شنو عندي؟ كيلوغرام، كيلوغرام على المتر المكعب، هاي مضروبه في متر على الثانيه تربيع، متر على الثانيه تربيع اللي هي مال التعجيل هاي، زين مضروبه في متر مو صحيح؟ هذا متر. زين هنا ايش راح يصير عندي؟ متر يعني هنا خلي اشيل الهاي اسويها تربيع، هاي تصير تربيع هنا. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كيلوغرام في متر تربيع، هذا في متر تربيع على الثانيه تربيع. خلي ارجعها هاي، هسه اقول لك ليش ارجع، اذا ما ترجعها ما راح تعرف شلون يصير. هسه نجي الكيلوغرام في متر على الثانية تربيع، هذا شيء يمثل لي كتلة جدا ممتاز، يمثل لي نيوتن، نيوتن زين. هاي المتر اقدر اختصرها ويا هذا التكعيب، هذا المتر يروح ويا التكعيب يصير تربيع مو صحيح؟ نيوتن على المتر المربع. اذا شنو الحل مالتي صح لو خطأ؟ الحل مالتي صحيح ووحداتي ايضا صحيحة. صار واضح شلون طلع نيوتن على المتر المربع؟ كلش ممتاز، كلش ممتاز. زين هسه نجي هو هذا المطلب، مطلب من المطالب اللي طلبها اللي يريد شنو؟ طبعا احنا ايش طلعنا؟ العفو اسف، هنا اللي طلعناه بعدنا ما طلعين المطلب اللي هو يريده، بعدنا شنو؟ طلعنا البي مو طلعنا الاي؟ طلعنا البي. هسه شو يريد؟ نرجع على الاصل اللي هو الاف، هنا راح اكتبه الاف ايش راح يساوي لي؟ البي 4.4145 قلنا نيوتن على المتر المربع مضروبة في شنو؟ في المساحة هاي 7.5 متر مربع. طبعا هنا أنا غلطان، مربع لازم نسويه مربع، هنا خلينا نكتبها جوه متر مربع، هاي هنا بوينت، هاي متر مربع. فايش راح يصير؟ حاصل ضربهم راح يطلع فد رقم، طبعا هاي راح تختصر، يبقى لي فد رقم يطلع نيوتن. هاي المطلب الاول، احسب القوة الكلية. من يجي شي يريد يقول ثم احسب الضغط على نقطة في القاعدة، احنا هياته اوريدي حسبناه مو؟ اخذنا الارتفاع كامل، ارتفاع كامل اخذناه، فهاي على نقطة في القاعدة هو هذا، احنا اوريدي مطلعيه 44,145، هذا هم راحت. زين، المطلب الاخير شي يقول؟ يقول ثم احسب، نمسح الهاي، يقول ثم احسب الضغط، ثم احسب الضغط على نقطة في القاعدة حسبناها هياته وعلى نقطة عند منتصف ارتفاع الخزان. أقول له عمي سهلة، إذا على هاي سهلة، شلون؟ الضغط على نقطة في نصف يعني ارتفاع الخزان ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي رو جي نصف اتش مو صحيح؟ نصف اتش. فهسه هنا الرو عندي ألف 10 أس 3 راح أكتبها بدون وحدات في 9.81 في الاتش ايش قد طلعنا؟ 4.5 مو صحيح هذا 4.5؟ يصير نصف ال 4.5. ها صار واضح؟ 2.25.
حاصل الضرب هم راح يطلع فد رقم، هو هذا الضغط عند منتصف ارتفاع الخزان اللي هو طبعا هنا مطلع 2.2. هاي الإجابات الصحيحة، بس أتصور شقد طلعنا احنا 4.4، هي 4.5 هنا مطلعي. على كل حال فهنا ايش راح يصير عندي؟ ها هنا ليش مطلع 4.4؟ هذا هو نفس هذا، ترى هذا نفس. ليش؟ هذا بالنيوتن على المتر مربع اللي هي شنو اسم الدلع مالته؟ باسكال. هنا بالاجابه مالتكم هنا هذا بالاصفر، شو مسوي؟ مقسمه على شو اسمه؟ مقسمه على الف. فهذا الرقم من القسمه على الف، هذا 44145، من تقسمه على الف يطلع، المفروض يطلع ايش قد؟ يطلع هذا، يعني هذا احتمال هم بيه خطا، يطلع لازم 44 و145. على كل حال فهسه عرفتوا طلاب شلون اني راح ابدي احل المسائل، شلون راح اذا جتني مساله شلون احلها. الارتفاع اخاف يعطيك اياه 3 على 2 من الطول، 3 على 2 من العرض، 1.5 من كذا، حتى تعرف انه مو راسا تجي وتشرخ 3 على 2 حتى تعرف شلون تحوله. زين اخر شيء حتى نختم المحاضره، يقول مقياس تخلخل يعني مثبت في غرفه، هذا قرا لي 5.8 بي اس اي. مقياس تخلخل يعني شنو؟ يعني سالب 5.8 كانما. زين يقول احسب الضغط المطلق اذا علمت ان الضغط الجوي، هذا طبعا حفظوه يعني حتى يجوز ما يعطيكم اياه بالسؤال، 14.7 1 بار 1 مثلا واحد اتموسفير، ذن يحفظوهن. فايش يقول لك؟ احسب لي الضغط المطلق. احنا الضغط المطلق شو يساوي لي؟ الضغط المطلق يساوي في حال الضغط المطلق يساوي الضغط الجوي، المقياس ايش راح يساوي؟ يقرا لي صفر. ليش؟ لانه اصلا هو الضغط المطلق، احنا هذا القانون مالتنا، الضغط المطلق يساوي الضغط الجوي اللي هو الصفر مالتي، الضغط الجوي زائدا يا ضغط ضغط المقياس اللي شنو؟ موجب اذا اعلى من الضغط الجوي، وسالب اذا اقل من الضغط الجوي. فهنا بالحاله الاولى هاي فد ملاحظه هو كاتب لك اياها، يقول لك يا بالضغط المطلق يساوي الضغط الجوي بحاله وحده، يا حاله اذا المقياس قرأ لي صفر فالضغط المطلق ايش راح يصير؟ مساوي للضغط الجوي. ضغط المقياس قرأ لي اعلى من الضغط الجوي فهذا راح يصير اعلى من الضغط الجوي. اذا الضغط المقياس قرا لي اقل مثل ما هو في هالحاله هاي، راح يصير عندي الضغط المطلق اقل من الضغط الجوي. زين فهنا الضغط المطلق هو شو يريد هنا؟ يقول احسب الضغط المطلق. خلينا نجي الضغط الجوي ايش قد يساوي لي؟ 14.7 بي اس اي زائدا الضغط المقياس ايش كاتب لي هو؟ كاتب لي 5.8، لكن ايش كاتب لي وياها؟ تخلخل. فشنطي إشارة سالب، طبعا على فكرة الضغط كمية غير اتجاهية، يعني ما يصير أعطي إشارة موجبة وسالبة، لكن هنا من أستخدم مقاييس ضغط يعني أنا أخلي له إشارة حتى أعرف أنه هذا ينطرح، هذا تخلخل مو زيادة بالضغط. فهنا ايش قد راح يساوي الناتج؟ راح يساوي تقريبا 8 مثل ما هنا مثبت، يمكن 8.7 بي اس اي. صار واضح هذا القانون احفظه. طبعا هسه واحد يقول لي زين هذا القانون شو يختلف عن هذا اللي انت كاتبه هنا؟ اقول لك هو نفسه، بس هنا ايش مكتوب؟ هنا محول لك ضغط المقياس يساوي الضغط المطلق، من هاي تنقلها راح يصير ناقص الضغط الجوي، هذا البي اي تي ام يعني ضغط جوي، فبس مجرد تلاعب بالاماكن، ولا هو نفس القانون ما يختلف، يعني هذا الان هسه كتبته بخط الايد ما يفرق عن هذا اللي مطبوع طباعه، بس مجرد تحويل اماكن، مو صحيح؟ مع الالتفات الى انه ضغط المقياس قال لك تخلخل تعطيه سالب، قال لك قراءة المقياس يعني ضغط عادي ما قال لك تخلخل فتعطيه اشاره موجبه وتحسب. طبعا هو مو شرط يريد انك الضغط المطلق، يجوز يريد انك الضغط المقياس، يعطيك الضغط المطلق ويعطيك الجوي يريد المقياس وهكذا. هذا السؤال تقدرون تدبروه تحلوه.
نقطتان، خلي بس اشرح لكم العمق. هو ها هنا النقطة، اي بالضبط نفس الارتفاع على عمق 300 و200، هاي نقطتين، واحدة على 300 واحدة على 200 قاع البحر. يقول جد فرق الضغط، هذا السؤال اريده من عندكم، يعني انتم تحلوه اذا عندكم مشكلة بيه، حتى يعني تحاول نتناقش بيه. اذا تريدون حله هسه، تريد ممتاز، يعني اذا انت قريتي ما فهمتيه اكيد هواي قروها ما فهموها. لا عاد خلني اشرحها على السريع، ما حتى ما اخركم. عندي هذا شو اسمه، نقطتين، نقطه اي ونقطه، هو ياهل اي نقطه بي خلينا نسميها، ونقطه اي. الاي على عمق ايش قد؟ 300، والبي على عمق ايش قد؟ على عمق 200 متر، يعني اي متر القاع البحر. يقول جد فرق الضغط بين النقطتين. طبعا هنا الكثافة ماء البحر مطيك اياها، ماء البحر شوية يكون اكثر من الماء العادي، فمطيك الكثافة مالته 1023 كيلوغرام على المتر المكعب. اجي بكل بساطة اقول البي عند الميتين يساوي، والبي عند الثلاثمية، او ما نقول ميتين وثلاثمية حتى لا تصير اشكالات، نقول البي اي والبي بي. البي ايش يساوي؟ احنا مو قلنا ال P يساوي رو جي اتش، رو جي اتش. فنجي الرو هو 1023، هاي هم 1023. نجي التعجيل 9.81، هاي هم 9.81، مو زين. نجي الفرق وين راح يصير؟ راح يصير بالارتفاع. الاي ايش كاتب لي؟ اي وبي على عمق 300 و200 على التوالي، يعني الاي 300 والبي 200. فالاي اضربها في 300 والبي اضربها في 200 مع الالتفات انه الوحدات متناسقه. هنا عندي متر مكعب، هاي متر، اذا ما عندي مشكله. التعجيل هو متر على الثانيه تربيع، ما عندي مشكله، اذا الوحدات متناسقه. هذا راح يطلع لي فد رقم وهذا راح يطلع لي فد رقم. الرقم اللي راح يطلع ايش تتوقعوا الضغط شنو ايش راح يطلع كوحدات؟ نيوت بالضبط، نيوتن على المتر المربع، واللي يساوي شنو؟ يساوي لي باسكال. ها هي، صار واضح؟ صار واضح؟ ها هسه كلش ممتاز. انا طبعا راحت من بالي، هو شي يريد، ما يريد الضغوطات، يريد بي اي ناقصا بي بي، الفرق يريد الدلتا. فهنا ايش قد راح يطلع لي رقم؟ وهنا ايش قد راح يطلع لي رقم؟ الفرق بالضبط، الفرق مالتهم هو راح يكون فرق الضغط. هذا السؤال اريدكم انتم تحلوه، اذا في مشكله حتى الاسبوع الاخر نحله، لو تريدون هسه نحله. ها كافي مو زين ماشي. هسه شنو بعد عندنا؟ الله يسلمكم. هاي عوده هناك وتحويلات مال الضغط، هم شوفوهن بالملزمه. هذني يعني شلون تحول ضغط مطلق، ضغط جو، هذا مقياس ماشي، بس شوفوها يعني تدربوا عليها، لانه ذني تجيكم ترى بالامتحان يعني، او بالواجب. هسه انزلكم واجب ان شاء الله، ذني تجيكم حول هالقد الى هالقد. فانت القانون اذا حافظه راح تحول ببساطه، اذا ما حافظه راح شويه صعبه عليك تكون. لهنا اذا اكو سؤال اكو استفسار